رو بونجور لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا. اليوم لكينا بعد شوي مع رندا فهد بدنا نحكي عن السبلمنت اللي لازم تاخذهم اللي ياخذون النساء بعد عمر الخمسين سنة. وكمان اليوم عنا دو ات يور سيلف مع باسكال وكوكينج مع شيف جاد. واليوم بده يحضرنا دوراد رويال على بروفانسال مع سلاد انديف. رح اعطيكم المقادير، يلزمكم فيلي دوراد، بصل، ثوم، كزبرة، حبق، بقدونس، بيل توميتوز، برش حامض، فليفلة صفرة، فليفلة خضرة، شامبينيون، مشروم أو فطر، بهار وملح. للسلاد انديف بيلزمكن انديف، زيت زيتون، عصير حامض، سيرفوي، ملح وبهار اسود. هو هن مقادير اليوم. واكيد دغري رح نختم اليوم فقراتنا مع تيستينج وقفه وبنرجع بننتقل لعند رندا فهد بالبلد. بيبانكو كيف؟ انه اذا هون يعني دغري رح نفوت على استوديو. صباح الخير، صباح النور، كيفك اليوم؟ صباح انت، شو الاخبار؟ رايقه معي انت كثير. كيف كان الويك اند؟ تمام بجنن. احنا درسنا ليه؟ ابني كان عنده فحوصات، قضينا الويك اند عم ندرس. اوه احسن شيء. نحن اليوم الروسيت تبعنا دوراد، دوراد رويال. إذا تلاحظي دوراد بالعربي، دوراد بالعربي أجاج، أجاج وبالإنجليزي سي بريم. شو مش متوقع أجاج؟ انت. لا أنا ولا مرة مش سامعة هالاسم. لا اسمه أجاج بالعربي وإنجليش سي بريم. أوكي سي بريم. أوكي اليوم الروسيت كمان مثل الروسيت البارح، هيدي مثل روسيتيتك، سريعة سريعة وبتنعمل بسرعة، بتنعمل بسرعة والإنجريدينتس كمان موجودة. أنا مصحبها تنستفيد من الوقت، وأكيد هون بيكون عندنا أحسن بالأكل اكيد. وهون لانه هون بيكون في عندنا مثل حسا كيك صف ورا بعضهم منشالين كمان بالملقط. صح بالملقط. فنحن رح نبلش. شو رح نعمل اليوم؟ رح نعمل صوص. ليه هالقد كبيره الطنجره في العالم؟ لانه بدي اعمل الصوص وارجع اقلي السمك فيها. نص قليه ارجع احطهم فوق الصوص. هلا هي الصوص ما رح تكون كيف عملنا الدجاج؟ مزبوط نفس التكنيك. نفس التكنيك هيك ساعتها. كل الجول بالصوص بيظهر كله، يعني بتشربوا السمكه والسمك بيعطي طعم للصوص كمان. اثنيناتهم بيساعدوا بعض 100%. تعاون يعني تعاون. نحن هلا رح نبلش بسرعه بالروسات. بصل، زيت زيتون، بصل، زيت زيتون وبصل. هلا رح طلع، انا رح نخلص الصوص هون. السمك رح نحط له بس برش حامض أوكي. وزيت وشويه هيربس نقليه بس. شفت بالروسات هيدي نقليه بس على ال، خلينا نفرج السكن. انا عاملهم مع السكن، رح نقلي بس عمليه السكن اوكي ونحطهم فوق الصوص. وبس نحطهم عمليه السكن هيك، بس نقليهم عمليه السكن ونحن عم ناكل دغري. مزبوط بتنقشر. هلا هي بتتاكل كمان لان رح نقليها، لو ما رح نقليها كثير بتقرمش. مزبوط بتقرمش. هون نحن لكان السمك دائما مثل ما بنقول ما بده وقت نقع كثير، يعني فينا أوكي. ننقع بعد نص ساعه او 20 دقيقه نطبخه، مش مثل الدجاج بده وقت لحتى او اللحمه. مزبوط. مش قبل بنهار، قبل بنهار ما بيسوى كمان، حرام لانه بيصير لونه هيك سمكه بتغير لونها وهي فلات، يعني السمكه دغري بتاخذ النقعه، ما بده وقت صح. مثل الدجاج تحت يشرب نقعته. صح. اوكي رح نخلي هيدا حدنا. يامي ساسون بون. هلا كمان الثوم رح نفقشهم مثل العاده، ما رح نعم كثير ثوم تما تاخذ كثير طعم الثوم الصوص. كل الطعم بتتغير بس تحط هيك تفوش الثوم وتحط ايه اكيد، يعني بتاخذي الفليفر الثوم وما بيزعج الثوم، يعني ما بيكون كثير مطحون. ما الواحد بطعمه بتاخذ الطعمه بس وما بتطلع ريحه التم. ايه لا اكيد اكيد.
وحتى هلا هو رح ينطبخ رح يستوي يهلط على الاخر، فينا نتركه فينا نشيله، بس هو الاحسن ينترك. هلا اذا ناس ما بالهم ياكلوا شقفه ثوم بينشال، بس هو بيكون عطى كل طعمته. يعني حط بعض خس ولا شو نحط؟ انا بقول يور ذا شيف. اوكي شامبينيون، هات لنقطع الشامبينيون بهالوقت. ثوم خلص، هون الشامبينيون فينا نقطعهم هيك، فينا كمان نقصهم هيك. اوكي، واحسن قصهم لاربعه تيضلوا مبينين بال، لانه بيصغروا. مزبوط، لانه بتظهر كل ميتهم. وهيدي صوص طماط مثل تبع سباجيتي. هلا انا هي رسات الاصول بندوره مقشره، بس انا لاستفيد من الوقت حطيت بازيليك وزيت. لا انا طابخ هون، طبخها قبل وقت، لان اذا بدي احطها بندوره مقشره بدها شي غالي شي 25 مينوت تطلع الطعم. اوكي، احنا ما معنا كثير وقت، فطابخ الصوص لحاله وراح نكفي هلا القليل. حطيت بازيليك فيها؟ فيها بازيليك، هي رسات. لا الهون في ثوم، بازيليك، زيت زيتون، ملح وبهار بس، والبندوره المقشره صوص طماط. مزبوط، ومغليه مع بعض. مغليه غلي شي 20 او 25 دقيقة. هون لكن رح نعمل معها سلاد كمان. انديف، شفت جيب انديف روج كمان. كمان هون رح نفرمهم كثير ناعمين، ورح نرجع نخلطهم بس مع حامض وزيت وملح وبهار وشوية بقدونس. يعني بتتاكل لحالها يعني بالشوكه. الانديف يا حامض وزيت يا روكفور. مزبوط، اطيب شيء. وطيب دائما الانديف، مش الصوص على جنب، بنخلطها معها لحتى تشرب ال، لانه هي شوي بتمرمي. هي مرمره يعني، هي صح. هي البرودوي شوي مر، بس المروره ما في الصوص. صح، المروره تبعها طيبه يعني، صح، وخصوصا مع الاسماك، يعني مع كل شيء برودوي سمك طيب. تنرجع نقول شو عم نحط. حطينا زيت زيتون، حطينا زيت زيتون وقلينا البصل، ما هيك؟ مزبوط. رجعنا حطينا ثلاث حصص ثوم، ثلاث حصوص ثوم، حصوص ثوم. اوكي، شو اسمه، فقشناهم وزتيناهم بالطنجره تنكه. مزبوط. رجعنا هلا عم نحط فليفله حمراء وخضراء، فينا نحط فليفله صفراء اذا بدنا. ايه هون الالوان انا حاططها بس لنعطي لون، يعني كطعمه ما عندنا كثير مشكله. وهون رح نقوي شوي. فينا نحط جزر كمان، بس فينا نحط خضرة، فينا نحط جزر، فينا نحط باذنجان إذا بدنا. شامبينيو كمان رح نحطهم هلا، نفرم بعد شوية شامبينيو. هات في كم حبة نفرمهم هلا. رح نفرم حبق، رح نفرم بقدونس، رح نفرم كزبرة، كلهم رح نحطهم بقلب الصوص. كزبرة مع السمك كثير طيب. أكيد كزبرة مع كل شيء طيب. أنا مع الدجاج، مع السمك أكيد، يعني حتى بالمطبخ اللبناني كثير بنستعملها. هلا هون تقريبا هلا بدنا نقليهم شي دقيقة، دقيقة ونص ليتقلى الشامبينيو. بهالوقت بكون انا عم بقطع الاعشاب. يلا شوية حبق، هولي كلهم هلا رح نقطعهم، رح نحطهم بقلب القلية. هون ما ضروري يكون التقطيع كثير ناعم، بالنهاية رح ينطبقوا، رح يدبلوا، رح يدوبوا. صح. Alright. هيدا الحبق. كزبرة. نكتر لها كزبرة. ايه، تحمر. كمان الكزبره مع ضلوعه بنحطها. ايه؟ طيب كثير بالطبخ. بقدونس شوي صغيره، بدك ترجع تحط كزبره طازه مش مطبوخه فوق. اخر شيء ايه؟ فينا نحط اخر شيء كرمال اللون، لان هلا اللي رح نقليهم رح يبطلوا كثير خضر كلون. صح، هيك بنزيد بس تنعطي النكهه. مزبوط. هلا لكن حطينا شامبينيون،
هون لكين تقريبا هون رح تزيد الصوص طماط. مزبوط. هلا هون نحن لو عندنا بندوره مقشره بنحطها كمان بس بدنا نغلي شي 25 مينوت. هون ما عندنا يعني ما ضروري نغليها، ما عندنا وقت اصلا نغليها عنجا 6 7 دقائق بس من دقلها. انت طبختهم قبل؟ هي مطبوخه لحالها. هولي علب؟ ايه هول بوليه. بوليه هلا الا اذا عندنا بندوره شوي استوت بالبيت بطلت خارج انه تتقطع للسلاد، فينا نسلقها 10 ثواني نقشرها ونرجع نشتغل فيها. اوكي. هون كل الاعشاب اللي فرمناها رح نحطها فوق بعضها. اطيب منهم. هلا شوف الريحه. نقوي شوي. يلا فيك. هيدي طيبة كمان حد زبدنا لحمة. هلا هاي الرسات هون بعدنا بالخضرة يعني فيها تكون الباز لكذا صوص لكذا جارنيتور، يعني هون إذا بدنا فينا نزيد كمية شامبينيون يعني ضرب شي 3 4 مرات بتكون بس شامبينيون مع الأعشاب والفليفلة. حتى يعني هيدي إذا عم نطبخ بايلا نحن بنقلع البايلا يعني بنبلش بالقلية تبعها بهالطريقة. أكيد بس بلا البازيليك وبلا ال إيه أكيد. يعني بين الفليفلة والشامبينيون والبصل والثوم نكهة كلها بتتغير. نضيف شوي. أوكي. هلا صارت الريحة غير شكل مع الكزبرة وال استوت الكزبرة استوى الحبق تقريبا استوت كلها. اساسي بكل شيء عم نطبخه نقلي مزبوط قبل ما نحط الليكيد، لان بس تحط الليكيد شو ما كان ما بتعود تقلي يعني ما بتعود تطبخ البرودوي لتطلع كل الفليفر منه. اوكي هون لكين هلا انا بس حط البندوره راح بلش انقع السمك. لا بدي احط له شويه مارينيشن هون مثل ما قلنا شويه بعد شوي. يلا بكفي. اوكي هون لكن عم نحركهم تياخذوا بعضهم. الهدف اذا بتشوفي ستيفاني كيف صارت انه تضل هيك سميكه ما تطلع كثير لكيد لنقدر هلا نطبخ السمك فيها. هي بتعرف شو بدها؟ هات لنشوف. نسلق شويه باستا ونخلطه مع بعض. طلع سباجيتي طيبه بتلاقي. طلع اكله. وهيك وفينا مع وفينا نقلي سي فود مع سباجيتي. صح صح وبرش حامض يعني كل البرودوي اللي بقلبها بيروح مع بيروح السي فود. ايه انا بشوف هيك صوص دغري بحس انه فيني اعمل سباجيتي. اوكي هون هلا رح نتركها ننزل نخفف اكيد. اوكي هلا رح نحط شوية بهار هون تقريبا الصوص ما بقى بدها شيء غير انه تغلي 5 دقائق وندوقها بس للملح وللبهار. اوكي ملح كمان دائما نص الكميه بنحط تنترك مجال لدوق اخر شيء وراح نحط برش حامض برش حامض شوي هون وشوي على السمك هلا بس ننقعه. اوكي هلا رح نترك الصوص تغلي ونبلش بالسمك. اوكي السمك كثير سحب مزبوط هون مسحبينه شايلين بشو كمان فينا نعمل اذا ما عندنا دوراد؟ حيلا سمكة عبالنا يعني هون السمك منه نوع السمك منه كثير فينا نحط الفيليات؟ ايه اكيد يلي بنجيبهم كونجولي ايه؟ بس هون ساعتها اساسي انه اذا عم نجيب سمك كونجولي نزيد وقت النقع يعني بدل ما نقع نص ساعه او 20 دقيقه نقع قبل بساعه ونص ساعتين. اوكي ليش؟ لانه بالفريزر بتكون السمكه تقريبا خلص فقدت كل الطعم اللي فيها فهون بدنا نعطيها وقت بالنقع حتى نرجع نعطيها الطعم المطلوب. هلا
اكيد غير طعمه الاحسن ما نستعمل، بس الواحد اوقات بيكون عنده بالفريزر تيستعمل يعني تيغير النكهه. نهار هلا شو بدنا بعد يا ستيفاني؟ نفرم شويه حبق، شويه حبق وشويه. وين بدك تحطهم؟ بدي احطهم شوي على السمك هيك بنعطيهم لون اخضر. ونعم تفرمون شوي. انعم انعم. هل هون بنهي كمان رح يتقلوا؟ صح. اوكي هون بكفوا. كزبرة مش كتير، كم عرق لان عندنا طعمة الكزبرة بالصوص. بالصوص انت خففت الصوص؟ بدي خففها انه تغلي، بس ما عم تغلي على الخفيف، منقويها شوي. اوكي هون لكن سمكتنا شو بعد بدهم؟ بدنا نحطهم على الصوص؟ لا بدنا نقليهم مثل ما قلنا. اوكي ميلة السكين مزبوط. ونرجع نحطهم، بدنا نحطهم فوق الصوص. الصوص شوية زيت زيتون. برش حامض. برش حامض. شفت ذكرتك تعمل بلاي. ما فيني اعمل شيء اكيد. صار له ساعة بيطبخ لوحده. وقفت على الحامضة. وقفت على الحامضة، شفت كيف؟ اوكي. هون لكين السمك النقع. مثل ما قلنا هلا نحن ما معنا كثير وقت، بس دائما بننقعه 20 دقيقة. مش يعني ما بحاجة أكثر. هلا اذا مستعجلين فينا ما ننقع، لانه كمان بالصوص في كثير نكهات يعني ما عندنا مشكله بالسمك. صح. مش انه فيليه او شيء تنقع. شويه زيت زيتون. صح. هلا بس نخلص السمك بنبلش بالسلاد اللي كثير هينه نفس الوقت كثير طيبه. هات لنا نشيل هون على البلاتو لنفرم الاندير. اذا بتلاحظي دائما بنحط كلينكس مع مي بالصحن اللي بنحط فيه هيربز، كل الوقت اللي عم نشتغل فيه بضلوا فريش، بضلوا ميتهم فيهم. اوكي اوكي مثل ما قلنا رح نقلي على مقلي وحده. نرجع قلعت. هون اكيد ما بدها شيء غير ملح وبهار. هلا اخر شيء بس ندوقها. هلا نحن حطينا اذا بدنا، لانه نحن حطينا تقريبا نص الكميه او اكثر بشوي. صح. اوكي بعد ثواني نحن هون بدنا نعطيها طعم الشوي. بلشت هلا شفتي كيف عم تلف؟ بس هلا بس نقلبها على ثاني بارتي، رح نقلبها نحن بس شي 10 ثواني. عم تزم وتنفخ. مزبوط. هذا الزيت اللي بالصحن رح نستعمله كمان لان كله اكيد زيت فليفر. وهيدي كمان. كمان الصحن رح ناخده هيك تقريبا. نحن هون ما بقى عنا غير نخلص السلاد وننطر السمك بقلب الطنجرة. هلا بس نحطه تيستوي. بدنا نسأل جوزيف قد ايه عنا بعد وقت؟ إذا الكاميرا بتاخد السمك بالمقلاية شوف كيف. يلا بعد في دقيقة. بعد في دقيقة يلا ما عندنا وقت نعمل السلطة. ما في مشكلة لأنه رح نخلص السمك
ومنبلش بال بالانديف. بلكي لحقني بلكي. شو راح اعمل هنا؟ عم ينقله اخذ الانديف انا بلش فيه اللي هو بده كتير وقت قليل. جيب البلاتو تبعه بدك تعملهم هيك. بدي اعملهم كتير ناعمين. حلو هيك. وهول هيك. بلش يفرقوا. رح ننطر هون. شوف ايش طيبة. هاي لحالها فيها تكون مش بالسلاد. مع الريليشز اوقات بنعمل. هون شوي سميك بفرمون هيك. صح. شيل السمك. اذا بتلاحظي ما قلبته. لا. ما رح اقلبه، رح اتركه هيك. نحطه على الصوص. بدي احطه على الصوص اللي هي منا كتير ليكيد، قصد عملناها هيك تما يغرق السمك فيها ويفرط بقلبها. هيك بنرجع بنقدر نشيله. هلا ميلت فوق كيف رح هلا رح تستوي على البخار. على البخار. بدنا نغطي المنجرة. فينا نحط غطا، فينا نحط ورقة. ورقة زبدة أكيد. وحتى هلا هي سمكة كتير رفيعة، ما بحاجة كمان نغطيها. شادي يا شادي. يعطيك العافية. عامل شغلة. يعطيكم العافية لكل الشباب يلي عم يشتغلوا معنا اليوم. عامل شغلة بعد. أهلين رانيا. بونجور شيف. صباح النور. أكيد على الريحة وصلت لعنا دغري. وصلت الريحة بطل فيي قاوم وجيت لجرب دوق معكم يعني ما بعرف. خلصت شو رانيا؟ شهلت. عم نخلص صرنا على آخر. رح نبلش بالسلاد. جيتي على السلاد يعني. أوكي. طيب. يلي مفضلة عندي أنا السلاد. أنديف. أطيب حب السلاد. صح. طيبة ولايت يعني. أنا ما رح أوقف هون يمكن بعطل له شغله للشيف. هون أنا لكن السمك خلص بعد بده 3-4 دقايق يكون استوى. والسلاد عم نفرمها بدنا نتبلها بس مع حامض زيت زيتون ملح وبهار وشوية بقدونس بقلبها. هاي بتكون الروسيت تبعنا. هلا بالبرزنتيشن فينا نحط السلاد على وجه السمك وفيها تكون على جنب. على وجه السلاد اذا بنعمل صحن صحن يعني بده ينزل صحن ديركت يتاكل مش اذا كانوا بلاتو لا عم بطول على الطاوله. انا اول مره بشوف الانديف بينقص هيك رفيع. بينقص هيك بهالطريقه. صح صح. شفتي؟ واحد بيتعلم كل يوم بنتعلم معكم. هيك بيشرب الصوص اكثر. صح. وشكله بالبرزنتيشن كمان بعقل بيطلع. هلا شوفي ما بتحس بالمروره اكثر هيك لانه بتحس تاخذ صوص اكثر من ال لان رح يتبلوا كلهم. صح. في بقدونس ونعنع كان قدامي. بقدونس وحبق وكزبره. كزبره. اوكي. يعني ما دايما بقول يا ريت المشاهدين فيهم يشموا هالريحة الحلوة. صح. ما بيقدروا يشموها غير ما يجربوا هن. صح. 100%. هون لكن سمكتنا عم بيستووا بدهم من دقيقتين لثلاثة. إذا بتشوفي شوي شوي عم بيغرقوا بالصوص. عم يغرقوا لأن عم بيغرقوا بالمعنى الإيجابي يعني. وعم تشرق عم يشربوا الصوص كلها. مع انه بيعرفوا يسبحوا داخلي. انه بيعرفوا سمكيت. قبل ما وصلوا لعنا يعني. كانوا عم يسبحوا يا حرام. هون لكن حامض وزيت مثل ما قلنا. يب. تبلها ديريكت للسلاد. يب. وقد ما فيك تسرع لندوق. يلا. حتى عصارة الحامض عنده سبيسيال ستيفاني. دي. اوريجينال. شايفه مهضمه العصاره؟ انا عندي وحده بالبيت اذا بس بدي اعصر نص حامضه بدل ما نجيب العصاره الكبيره وهيك اعصر دغري بعملها فوق السلاد. كيف بعطيك؟ ايه صح. اوكي. ولونين الانديف ايه
روج وعادي منشان نمتع نظرنا كمان شايف هون بالطعمة مثل ما بتقولي ما عندنا كتير ديفرنس يعني بس نحن كرمال الألوان يعني في أحلى من صحن هيك يكون ملون وحد يشتهي يدوق عن جد جنينة صح بهار أسود رشة ملح واو شو هيني وبلكي ورقتين بقدونس هيك بقلبها لنزين لا هيك ليعطوا شوية لون أخضر هيك هيك البقدونسات موجودين بتعرفي ستيفاني معه حق شاف يعني في ناس لما بيطلعوا بالبلا يعني أو بقروا يأكلوا أو بقروا ما يأكلوا في ناس بحس هيك شوية نيئة أنا بهالموضوع أنا بالنسبة لي ريحة كتير مهمة أهم شيء بعدين المنظر صحيح يعني إذا المنظر ما كتير حلو أو بشهيك أو إذا بدك تاكلي مثلاً ساندويش تصوري تحطي شوية جبنة وتلفيهم أو شوية سخنة تحطي حطنهم شوية بندورة شوية خيار تعملي صحن تعملي هيك صينية حلوة نينيتهم ساندويش بس كمنظر الواحد بيشتهي هو ما في شك مثل ما عم تقولي الطعم هي أهم شيء بس هو أول شيء بتشوفيه بالصحن هو شكله شكله ترجع الريحة آخر شيء الطعم أنا دايماً بشم الريحة بعدين بشوف الشكل اللي عندك نحن هون بنشم الريحة بنشم الريحة بعدين بنشوف الشكل هاي السلطة خلصت والرسات خلصت هون بدها دقيقتين تطلع تخلص وهون بدنا نخلط بنكون خلصنا ويلا ومندوق بقى مندوق عنا وقت ندوق ما عنا وقت ندوق لكن مش بس ويلدان فقرات ويلدان وكمان لايف لليوم لكن خلصت حلقتنا كلها لليوم انا برجع بشوفهم بكره للمشاهدين ومنتابع بكره اكيد بيرجعوا بيلتقوا فينا بكره على 8:30 وانا رح اشوفكم الاحد باي باي